قائد الان. هو قائد. طيب انتهينا خلاص، اللي وقف هم القائد، البقيه تفضلون داخل. وقف لانه ما في وقت عندي بصراحه. وقفت والتحديات موجوده. ما يحتاج كثير. انا طالبك. طيب الاربعه استريحوا، استريحوا الاربعه. طيب عندنا التحديات الموجوده اليوم، فهالأظرف الأربعة في تلميحة للتحديات، حتختلف التحديات من مجموعة لمجموعة، يعني ما تدري أنت وش مجموعتك التحدي، وش طريقته وش آليته، في تحدي صعب تحدي سهل، المستوى على حظك. ما بوضح كثير، المطلوب الآن اختيار التحدي اللي بتشاركه أنت وزملائك في الوقت القادم. نبدأ نختار من أربع الأظرف الموجودة. مين قام أول الله. واحد النجاشي تفضل. سم. طيب محمد تفضل. تفضلوا اثنيكم، كل واحد يأخذ له ظرف. يلا بسم الله. طيب كل واحد يقرأ ايش مكتوب. تفضل يا زياد اقرأ ايش مكتوب عندك. ارفع صوتك. الذكاء يجعل الأفراد ينعزلون. ممتاز. النجاشي عند الأعمى جميع الألوان تتشابه. يقول لك عيدها مرة ثانية. عند الأعمى جميع الألوان تتشابه. محمد اقرأ المكتوب. هب البراد وزانة النفسي. هشام البيوت أسرار. البيوت أسرار. أربع تحديات بتكونون فيها، وش التحديات؟ حاولوا تتعرفون عليها وتشرحون لزملائك المكتوب وتوقعاتكم للتحديات القادمة من هالتلميحة الموجودة. زي ما قلنا من الآن، زي ما قلت جمهورنا الكريم، التحديات هم اختاروها بطريقة عشوائية، التنافس مختلف، اجمع فلوسك بحسب التحدي الموجود فيه. محمد اسلم. هب البراد، جهز فريقك وتعالوا ورايا. تعال يا محمد. شباب سالفة سالفة. أنا والله ماني بعرف السالفة، بس إني متوكل على الله وأضمنها إن شاء الله. صلي على النبي. يعني البيوت أسرار إيش أفهم منها يعني؟ معقولة حتكون أسئلة يعني شخصية للشباب؟ طب دام إنه البيوت أسرار يعني مستحيل أحد يكشف أسرار بيته. ما له دخل. لا أنا ليش قاعد أفكر كده داخل الصندوق؟ لازم أفكر خارج الصندوق. بيوت أسرار. أنا اللي الذكاء يجعل الأفراد منعزلون. أتوقع أسئلة يعني حرك. ممكن تكون إيه، ممكن تكون شيء عن الذكاء. أنت إيش الألوان؟ عند الأعمى جميع الألوان تتشابه. أنا أتوقع ما أدري، بس أتوقع أنها مسابقة. واحد منا ولا كلنا نتغمى ونعرف الألوان. شكرا. هذا اللي أحسه، بس ما أدري والله. أنا بالنسبة لي أتوقع والله أنا أكثر موضوع صراحة فيه تفكير عميق. يا جماعة لا تشيلون هم، اللي يتوكل على الله يضمنها. إيه توكلنا على الله يا رجال. وهذا شوف هو التوكل على الله شيء أساسي، لكن أتكلم على إنه الواحد يبغى يعرف إيش اللي هو داخل صح عليه. والله شيء مجهول، بس كيف نعرفه؟ لا في مفاتيح ولا في شيء. فكر. شغل دماغك. هو لا فكرت وشغلت دماغي بيصير فيه 20 احتمال فقط، وش اجيب وش استفدت؟ الذكاء يجعل الافراد منعزلون. بيوت اسرار ممكن أسرار. يعني بيوت اسرار والله صراحه ما تدري يا رجال، خل البساط احمد يستانس. بيوت اسرار